تليفونيت سلافا الصينية السارابيكا التاسعة و54 دقيقة في ساعة صوت اليونان. إليكم مثل الأخبار، يقرأها عليكم وليد إلياس. توقع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أن الانتهاء من مراجعة تنفيذ أثينا لشروط عقد الاقتراض الثالث وضع حدا نهائيا لدائرة الركود الاقتصادي الكبيرة التي كانت قائمة في السنوات الماضية، ويفتح وشدد على أن الاتفاق الأخير الذي أبرم بين حكومته والمؤسسات الدائنة حول الديون العامة ينهي عدم الاستقرار ويؤسس الظروف المواتية لإعادة استنادة أثينا من أسواق المال. وأدلى بالتصريح هذا أثناء افتتاح يوم أمس معرض الملاحة البحرية الدولي بوسيدونيا 2016. تنتظر مجموعة العمل اليورو أوروبية اليوم من أثينا الانتهاء من تنفيذ آخر شروط عقد الاقتراض، كي تصدق بشكل نهائي على تقرير مراجعة قبل دائنيها. وصرح مسؤول أوروبي مفصحا أن الشروط الأخيرة تتعلق بالاتفاقية الإدارية بين شركة الهاتف أوتي وشركة الهاتف الألمانية دوتشة تيليكوم ومشروع عمل هيئة الطيران المدني، وبناء عليه سوف يعطي الضوء الأخضر تسليم اليونان شريحة جديدة للقائد الثالث قيمتها 7.5 مليار يورو. يقوم وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس بزيارة رسمية ألبانيا تستغرق يومين، مجتمع يوم أمس الاثنين وزير الألباني بوشاتي، وكانت أجواء الاجتماع